قال المبعوث الرئاسي في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بريت ماكارج، قال إن نحو 2000 عنصر من داعش يتمركزون حاليا في مدينة الرقة، محذرا من وقوع 25,000 مدني تحت قبضتهم لاستخدامهم كدروع بشرية. في الرقة يحارب مسلح داعش من أجل البقاء، ونحن نقدر أن هناك نحو 2000 عنصر هناك، كما تشير تقديرات الأمم المتحدة لوجود نحو 25,000 مدني في المدينة، وما يحدث هناك مشابه لما رأيناه في الموصل لكن على نطاق أضيق، حيث يستخدم المسلحون المدنيين كدروع بشرية ويقتلون من يحاول الفرار.